تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، كما يمكنكم التواصل مع البرج العالي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لآخر المستجدات على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج العذراء الترابي حتى الساعة 5:29 من مساء الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الميزان الهوائي ويظل فيه حتى الساعة 6:09 من صباح الخميس، ثم ينتقل إلى برج العقرب المائي ويمكث فيه حتى الساعة 4:56 من مساء السبت، ليدخل برج القوس الناري ويبقى فيه حتى الساعة 12:15 من ليل الاثنين من الأسبوع المقبل. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة في حياتنا، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الاثنين من الساعة 10:35 صباحا وحتى الساعة 5:29 مساء، يوم الثلاثاء من الساعة 9:22 مساء وحتى الساعة 6:09 من صباح الخميس أي يوم الأربعاء بأكمله، يوم السبت من الساعة 10:47 صباحا وحتى الساعة 4:56 مساء، يوم الاثنين من الساعة 6:41 مساء وحتى الساعة 12:15 من بعد منتصف الليل. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم. نكون الآن مع جولة لأبرز الزوايا التي سوف تتشكل ما بين القمر والكواكب الرئيسية الأخرى فيما بينها خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ونبدأ مع يوم الاثنين الموافق 26 من شباط فبراير. صباح الاثنين تتشكل زاوية المقابلة بين القمر وكوكب نبتون، هذه الزاوية تعني أننا نكون غير عمليين في تصرفاتنا لأننا نعتمد على مشاعر الآخرين من حولنا. مساء الاثنين تتشكل زاوية تراين الإيجابي بين القمر وكوكب بلوتو، هذه الزاوية تعني أننا نسيطر على أفكارنا ومشاعرنا، وهي تساعدنا أيضا على إدخال أي تعديل مطلوب على نفسيتنا. يوم الثلاثاء الموافق 27 من شباط فبراير، صباح الثلاثاء تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين كوكب المريخ وكوكب المشتري، هذه الزاوية تعمل على أن يحصل للبعض تقدم في المجتمع على حساب الآخرين. مساء الثلاثاء تتشكل زاوية التراين الإيجابية بين القمر وكوكب المريخ، هذه تعني أننا نحافظ على صحتنا ويكون لدينا حافز لكسب المال. مساء الثلاثاء تتشكل زاوية التراين بين القمر وكوكب الزهرة، وهي تعني أننا نكون حساسين تجاه أفراد من الجنس الآخر، وهي تساعدنا أيضا في أن نتقرب من أحبائنا ونعزز علاقتنا بهم. يوم الأربعاء صباح الأربعاء تتشكل زاوية الاقتران الإيجابية بين أشعة الشمس وكوكب عطارد، هذه الزاوية تشحذ من فكرنا وتدفع بنا إلى إجراء اتصالاتنا أو القيام بسفريات متعددة، وتزداد رغبتنا في الدراسة والمطالعة. مساء الأربعاء تتشكل زاوية الاقتران بين كوكب عطارد وكوكب زحل، هذه الزاوية تجعلنا نشك في الأمور حتى نتأكد من صحتها. بعد منتصف ليل الأربعاء تتشكل زاوية اقتران بين أشعة الشمس وكوكب زحل، هذه الزاوية تساعدنا في أن نأخذ الأمور على محمل الجد للتغلب على المصاعب والعراقيل التي تعترض سبيلنا. يوم الخميس الموافق 29 من شباط فبراير، صباح الخميس تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب بلوتو، هذه الزاوية تدفع ببعض الأشخاص يميلون إلى فرض سيطرتهم على الآخرين من حولهم مما يؤدي إلى توتر العلاقة. ظهر الخميس تتشكل زاوية سكسة الإيجابية
بين كوكب عطارد وكوكب المشتري. هذه الزاوية تجعلنا نفضل القيام بعمل يتطلب تحديا فكريا، فنشاطنا الذهني في أوجه، خاصة إذا كان له صلة بالاتصالات والمواصلات. يوم الجمعة الموافق الأول من آذار مارس، فجر الجمعة تتشكل زاوية تراين بين القمر وأشعة الشمس. هذه الزاوية تساعدنا في إيجاد أصدقاء أوفياء من حولنا، ونعزز صداقتنا معهم ونحافظ على صحة جيدة. فجر الجمعة تتشكل زاوية المقابلة بين القمر وكوكب المشتري. هذه الزاوية تعني أنه يجب أن نكون أكثر حذرا من استغلال بعض الخبثاء لطيبتنا وكرمنا. صباح الجمعة تتشكل زاوية تراين بين القمر وكوكب عطارد. هذه الزاوية تساعدنا على إدراك الأمور وقوة الفكر، وتكون لدينا سرعة بديهة، وكذلك تنشط ذاكرتنا أكثر من المعتاد. صباح الجمعة تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب المريخ، وهي تعني أننا نكون بحاجة للصبر والتأني في أي عمل روتيني نقوم به. مساء الجمعة تتشكل زاوية سكستال الإيجابية بين أشعة الشمس وكوكب المشتري. هذه الزاوية تشير إلى تزايد شعبيتنا بفضل نظرتنا الإيجابية المتفائلة للحياة والقدرة على القيادة والتوجيه. مساء الجمعة تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب الزهرة، وهي تعني أنه من يشعر بإحباط عاطفي يكون لديه ميل للإنفاق. مساء الجمعة تتشكل زاوية المقابلة بين القمر وكوكب أورانوس، وهي تعني أننا نشعر بالملل عند القيام بأي عمل روتيني نقوم به. يوم السبت الموافق الثاني من آذار مارس، صباح السبت تتشكل زاوية تراين بين القمر وكوكب نبتون. هذه الزاوية تعزز من الخيال الخصب وقدرتنا الروحانية، ويمكن لأحلامنا وخيالنا أن ترشدنا لأحداث ممكن أن تحدث في المستقبل. مساء السبت تتشكل زاوية سكستايل الإيجابية بين القمر وكوكب بلوتو، وهي تعني أننا نسيطر على أفكارنا ومشاعرنا، وهي تساعدنا أيضا على إدخال أي تعديل مطلوب على نفسيتنا. يوم الأحد الموافق الثالث من آذار مارس، ظهر الأحد تتشكل زاوية التربيع الصعبة بين القمر وكوكب زحل. هذه الزاوية تعني أننا نواجه مصاعب وعراقيل أمامنا، ويجب أن نعتمد على اجتهادنا ومثابرتنا وليس على عنصر الحظ لكي ننجح في أمورنا. مساء الأحد تتشكل زاوية التربيع بين كوكب الزهرة وكوكب أورانوس. هذه الزاوية تنهي أي علاقة عاطفية فاشلة بشكل مفاجئ وسريع. مساء الأحد تتشكل زاوية التربيع بين القمر وأشعة الشمس، وهي تعني أننا ندخل في صراع بين المشاعر والأفكار، مما يؤثر سلبا علينا وعلى علاقتنا مع الآخرين من حولنا. مساء الأحد تتشكل زاوية سكستال الإيجابية بين القمر وكوكب المريخ. هذه الزاوية تمنحنا حافز لمكسب المالي، وتساعدنا أيضا للمحافظة على صحتنا. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم. ننتقل لأول مكالمة نشوف مين على الخط. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أستاذ خلات. مرحبا، هلا بيك. 1/1/63 فالح. فالح، أهلا وسهلا. ذاك السبوع اتصلت بيك ما بنهاية الوقت يعني. أي نعم، شنو سؤالك كان؟ كان سؤال على الحالة المادية. هاي الفترة لك كل الزينة، هاي حاليا اللي احنا بيها فترة مثالية لك، يعني نعم. كلش قوية، وعندك فترة تكون برج الجدي تكون فرصة بعيدة بعدين تقريبا. يعني شو وقت يعني تقريبا الأيام المقبلة العصر. حاليا هسه كل الزينة. حاليا لحد نص الثالث أمورك مفروض أوكي إن شاء الله. نص الثالث الأيام المقبلة. أيام المقبلة هدوء تصير كلها، ما عندك شيء مثلا بشكل نعم. عام كفرص عندك بشهر السابع الثامن مثلا هذاك الوقت أيضا فرصة إيجابية إن شاء الله. زين، تقديم على الدوائر أو هذا مقدم طلب أنا على دائرة من الدوائر يعتمد على اليوم. شو الأيام الحلوة يعني؟ يعتمد على اليوم أكثر شيء. أنا بالنسبة لي يعني أنت مقدم هذا غير هذا ما له علاقة بي أنا يعني لليوم اللي قدمت بي يعني ممكن تقدم انت امورك ما معلومه النتيجه بس اسمح لي النتيجه ما معلومه
لا ما انا النتيجه مثلا اقول لك اوكي تقريبا، خلي اقول لك 70 75% وفوق امورك اوكي، او اقول لك لا مو زينه. مثلا هاي الفتره على سبيل المثال تمام. لمواليد برج الثور مثلا، هاي الفتره ايجابيه لمجال الحكومه، العمل، اللي يريد يغير شغله، اللي عنده اوراق بالحكومه، يعني هاي الاشياء كلها اوكي. بس يعتمد على اليوم، مثلا يروح يقدم على سبيل المثال يوم الاربعاء اللي يجي مو زين مثلا، مو زين، وانما مثلا فتره سلبيه، او مثلا قدمت انت بيوم مكان القمر بفد برج ايجابي بالنسبه لوضعك في بهذا الخصوص، فبالتالي تكون بها تلكؤ او عراقيل لا سمح الله الى اخره، فيعتمد على اليوم اللي قدمت بيه. عرفت قصدي؟ تمام. نعم. نعم. الأرقام بشكل عام الحظ. ما عندك مشكلة، أرقامك محافظة. واحد يمكن 3 و5 و8. واحد ثلاثة وثمانية. 1 و3 و8؟ نعم. من الخارطة الحظ. الحظ والله كم مرة مجاوبك صالح؟ اسأل غير سؤال. والله هاي من كنت بفضل بيها استاذ خلاد. اي نفس الشيء، ما تغيرت انت الخريطة. مجاز؟ لا لا ما تتغير الخريطة، ما تتغير. صورت انا تتغير؟ لا لا الخريطة ثابتة، هاي ما لها أي علاقة. الخريطة والأرقام ثابتة؟ الأرقام والخريطة ثابتة، نعم، هاي أبد ما تتغير. ممنون، تتدرب. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. ناخذ اتصال هاتف آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أستاذ خلاد. مرحبا، يا هلا بك. أنا 12/5/82. 12/5/72 برج الثور. نعم برج الثور. ساعة الولادة تعرفها؟ اي بعد 12 الظهر. ايش قد يعني تقريبا بعد ال 12؟ يعني 21 هالحوالي، هذا الماكسيموم. اوكي هيك تمام. شنو سؤالك؟ انت برج والله الثور؟ نعم برج الثور. نعم. 1 6 9. تفضل. محظوظاني؟ اي نعم. ارقامك 3 6 9. نسبيا نقدر نقول عليك نعم، انت انسان يلعب الحظ دور رئيسي بحياتك، الحمد لله والشكر، افضل من غيرك. صار 6 سنين اجوا وياي. 6 سنين اجوا وياك، من اي ناحيه؟ والله ناحيه العمل. العمل حاليا لك زين، هسه اذا سمعت انت على الخط، حاليا هاي الفتره كل زينه لكم من ناحيه العمل بشكل خاص يعني. يعني هاي الفتره اللي هي تستمر لغايه 12 بالشهر، 12/3. هاي الفترة جدا إيجابية لكم لمواليد برج الثور على وجه الخصوص من ناحية العمل، تمام؟ مثلا عندك يوم على سبيل المثال، دقيقة نروح الشهر الثالث، أنت وين بيا بلد عايش؟ أنا بعمان حاليا. عندك يوم 7/3. 7/3. نعم، اذا عندك شيء يخص الحكومه، العمل مثلا ويا الناس اللي هيك شيء، يعني بزنس يعني ما عندي. بزنس. بزنس ما له علاقه. تمام. البزنس غير تمام. العمل، العمل اللي هو مثلا كوظيفه ووظيفه، هذا غير مجال، غير لا موضوع. لا لا موضوع. نعم. لا لا موضوع. تمام. عندك هسه مثلا هذه الفتره لك تقريبا ايجابيه، ما عندك لا سمح الله فد امور اوكي. بشكل عام وضعك هدوء انسيابي طبيعي من ناحيه العمل. نعم. والصحه؟ الصحه انت بشكل خاص انتبه الى منطقه الرقبه، اللوزتين، الحنجره، هاي المناطق اللي هي اكثر عرضه للاصابه. هاي المشكله هاي اذا حاولش تروح. اي بالضبط. هذه شويه تكون عندك مناطق حساسه، يعني مثل ما تفضلت. صحيح. اذا تمرضت غيرك ياخذ علاج كورس يتشافى يتماثل الشفاء، انت شويه تتاخر. تروح. نعم. فهاي هي بس كشيء هم يدعو للقلق، الحمد لله وضعك هدوء، يعني ماكو شيء احذرك من عنده. هذا يعني بحد ذاته اجابه. نقطتك انا اشكرك. تدري بس اقدر اسوي عمليه، شو وقت يوم مناسب اسوي او اي شهر مناسب؟ يوم عمليه، شو وقت تقدر تسوي انت؟ والله يعني قلت انه طيب بعد رمضان. بعد رمضان شهر 4. اي شهر 4 عندنا بدايته كسوف يوم 8. او في شهر 4
شهر 4 شهر 5 اي يوم عندك يوم 12 تمام 12 5 هذا يوم جدا يعني ايجابي لازم. الزوايا كلها ايجابيه وحلو بالنسبه لك ايضا. وعندك يوم يوم 8 هي ما تصحيحنا برضه يعني اي اوكي هذين اليومين انت تكون يعني العمليه مثلا ما خاب بها مو دكتور لا لا لا, لا هو بالضبط يعني الجرح على سبيل المثال او يعني هذه الاشياء يتماثل للشفاء اسرع بصوره عامه. عندك يوم 8 وعندك يوم 12 يوم لو شوي ال 12 يسويها نعم. افضل يومين بشهر 5 نعم بشهر 4 انسى او فمو شوي مو لا اترك شهر 4 اترك نعم. اوكي انا اشكرك جدا العفو تدلل شكرا جزيلا لك. يا هلا. مشاهدينا الكرام نعرض على حضراتكم الفترة السلبية للقمر لشهر شباط فبراير حسب توقيت مدينة بغداد. بداية الفترة السلبية من اليسار إلى اليمين بالتاريخ والوقت ونهاية الفترة السلبية من اليسار إلى اليمين بالتاريخ والوقت ويدخل أي برج ذكري أو أنثوي. أما بالنسبة للي مقيمين خارج العراق نعرض على حضراتكم الفترة السلبية للقمر حسب التوقيت العالمي GMT. بداية الفترة السلبية نفس الشيء من اليسار إلى اليمين بالتاريخ والوقت ونهاية الفترة السلبية ويدخل أي برج ذكري أو أنثوي. اللي مقيمين خارج المنطقة الزمنية يراعون فرق التوقيت ما بين المنطقة اللي هم ساكنين بها والتوقيت العالمي في سبيل يوصلون للوقت المناسب أو المذكور بصورة دقيقة. توقعات النجوم لمواليد الأبراج خلال هذا الأسبوع. نبدأ مع مواليد برج الحمل. يتراكم العمل لديكم، مارسوا نشاطا رياضيا للمحافظة على صحتكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس يتركز اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم وشركائكم. كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل معهم يوم الأربعاء. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض، لا تهملوا صحتكم. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين يصلكم خبر سار من بعيد وتنجحون في الدراسة والامتحانات، ومنكم من يخرج في رحلة إلى مكان بعيد. مواليد برج الثور تجتازون بصورة عامة يوما إيجابيا تشعرون خلاله بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا وماليا. تسعدون من خبر يتعلق بأحد أولادكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنهمكون في إنجاز عملكم المتراكم. تجنبوا يوم الأربعاء مواجهة مع أحد الزملاء وانتبهوا أكثر إلى صحتكم. من صباح الخميس وحتى مساء السبت ينصب تفكيركم حول تعزيز شراكتكم. الفترة مناسبة لعمل يتطلب تعاونا من طرف ثاني. ومن مساء السبت وحتى ليلة الاثنين تنهمكون في ضبط ميزانيتكم. مواليد برج الجوزاء تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعقارية. بيسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم. يميل أفراد العائلة إلى التعاون معكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل معهم يوم الأربعاء. من صباح الخميس وحتى مساء السبت يتراكم العمل لديكم. انتبهوا أكثر إلى صحتكم. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم. مواليد برج السرطان تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات. يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وتعزيز العلاقة مع أخ أو جار. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنشغلون في ضبط شؤونكم البيتية والعائلية. لا تندفعوا في تصرفاتكم يوم الأربعاء أثناء التعامل مع أحد أفراد العائلة. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تشعرون بارتياح مع أحبائكم. بيسعكم تجربة حظكم. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين أنجزوا ما لديكم من عمل ضروري وجدوا وقتا للراحة. مواليد برج الأسد ثمة فرصة لمكسب مالي يكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم من يسترد مالا يعود له. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنجحون في مجال الدراسة والاتصالات. كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين تجتازون فترة أفضل تشعرون خلالها بارتياح مع أحبائكم وتسعدون لخبر يتعلق بأحد أولادكم.
مواليد برج العذراء أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية، ويعمكم النشاط والتفاؤل، بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة والدفع بمصالحكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنشغلون في ضبط ميزانيتكم، احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة لا سيما يوم الأربعاء. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين تنصب جهودكم نحو ضبط شؤونكم البيتية والعقارية، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحد أفراد العائلة. مواليد برج الميزان تشعرون بتراجع في الصحة وعدم الرغبة في إنجاز الكثير من عملكم المتراكم، اخلدوا إلى الراحة. ابتداء من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس يتغير الوضع للأفضل، وتنجحون في أخذ زمام الأمور بأيديكم والدفع بمصالحكم. اضبطوا أعصابكم أكثر يوم الأربعاء أثناء تصريف أموركم. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تتاح الفرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين تنشطون في السفر والاتصالات، الفترة مناسبة للدراسة والامتحانات. مواليد برج العقرب تنشطون اجتماعيا وتسعدون من تعاون الأصدقاء معكم، منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تتراجع صحتكم وينتابكم شعور بالملل، تجنبوا يوم الأربعاء الدخول في مواجهة مع أحد ولا تندفعوا في تصرفاتكم. ابتداء من صباح الخميس وحتى مساء السبت تبدأون فترة أفضل تعيد إليكم نشاطكم وتفاؤلكم، وتنجحون في الدفع بمصالحكم. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين تنهمكون في ضبط ميزانيتكم، والفرصة متاحة لمكسب مالي. مواليد برج القوس يوم مناسب لمن يبحث عن عمل، ومن يعمل يدفع بمصالحه ويدعم مركزه الاجتماعي. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنشطون اجتماعيا وتلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم، كونوا في يوم الأربعاء أكثر صبرا أثناء التعامل مع الصديق. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تشعرون بالتعب ينال منكم وتفتقدون صبركم في الأمور الروتينية، اخلدوا إلى الراحة. ابتداء من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين أنتم أكثر نشاطا وحيوية، وتنجحون في تحقيق خطوة جديدة تعزز من مكانتكم. مواليد برج الجدي خبر سار في طريقه إليكم، وتنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، وتظل العاطفة قوية لديكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنصب جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم، ومن مساء السبت وحتى ليلة الاثنين خذوا قسطا كافيا من الراحة وانتبهوا إلى جدول غذائكم. تشعرون بالتعب ينال منكم، لا تبالغوا في جهدكم الجسماني. مواليد برج الدلو تنشغلون في عادة تنظيم ميزانيتكم، ثمة فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض رغم بعض التعطيل، لا تهملوا صحتكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد أو يخطط لذلك. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تنجحون في الدفع بمصالحكم الاجتماعية وتعزيز شعبيتكم، الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين يرغب الأصدقاء في دعوتكم وقضاء وقت ممتع معهم، منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. أخيرا مواليد برج الحوت تلتقون أشخاصا قريبين من فؤادكم وتنجحون في تعزيز علاقتكم بهم، يميل أحبائكم إلى التعاون معكم. من مساء الاثنين وحتى صباح الخميس تنشغلون في عادة تنظيم ميزانيتكم، احذروا في يوم الأربعاء من صفقة مالية غير مضمونة. من صباح الخميس وحتى مساء السبت تنشطون في سفر أو اتصال بعيد وتشعرون بقوة العاطفة مع أحبائكم، الفترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتهاز امتحان. من مساء السبت وحتى ليلة الاثنين بوسعكم الدفع بمصالحكم الاجتماعية، شعبيتكم في تصاعد.
مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه والله أعلم. عودة للمكالمات ويانا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ؟ خير الله يسلمك. ردت الله يخليك عيوني الله يسلمك. ردت تعرف مواليد 31/1/2003 يوم الجمعة برج الدلو الرابعة عصرا. أوكي، شنو السؤال؟ ردت أشوف يعني الحظ الدراسة. 5 6 إنه توأم يعني. 1/4 أرقام الحظ 1/4 من الأرقام عادي. دقيقة. إيه. واحد وثلاثين واحد 2003 يوم جمعة 4 شنو السؤال؟ قلت أشوف يعني نصيبهن طالعهن يعني كل الحياة طالع السرطان هذول اثنيناتهم مش قد الفرق بين الأولى والثانية؟ اي ماكو يعني دقيقتين ثلاثة. هذول يكون شوية عندهم تأخير أو مشاكل في الزواج، قد يتزوجون بسن متأخر أو من مثلا خلينا نقول بشخص أكبر من عندهم بالعمر، أو مثلا ممكن يتزوجون بسن مبكر جدا، يكون هذا الشخص يكون نفس صفاتهم نفس طبيعتهم نفس اهتماماتهم الثقافية العائلية إلى آخره الاجتماعية مثلا، فشوية بس موضوع الزواج يكون نوعا ما يعني بصراحة بيتلكم. تمام. هذا واحد الحمد لله. إذا هم اسمان يعني من النوع من هم وصغار راحوا يعني شوفي وزنهم، إذا مثلا جسمهم إلى قابلية للسمن خلي كلش يدير بالهم على وزنهم، لأن هذول معرضين للسمنة في المستقبل على المدى البعيد، فلازم ينتبهون لوزنهم على وجه الخصوص. تمام؟ إن شاء الله كنت جاوبتك. ناخذ آخر اتصال هاتفي. ألو. ألو. أكل ولا فاروق. ألو. ألو نعم. مرحبا. مرحب يا هلا. 1986/25/7 25/7 برج الأسد 86/6/4/2/7/1 شنو سؤالك؟ على الخارطة الشخصية بلا زحمة وأنا منفصلة. ساعة الولادة؟ بالوحدة الظهر. دقيقة. خمسة وعشرين سبعة 1986 ساعة بيش العفو؟ بالوحدة الظهر. وحدة الظهر. بالعراق؟ بالعراق بغداد. برج الأسد طالع الميزان ما عندش مشكلة بالزواج بشكل عام، ما عندش أي مشكلة بصورة عامة. وضع شيء أرقام الحظ ودا محفوظة أو لا؟ 7 و7 5 و6 أرقامك 1 2 و7 وطالع الميزان ومحظوظة أو لا؟ هاي الأرقام من لا من الأرقام من الأرقام ومن الخريطة الطبيعي يعني كالعفو كأرقام يعني عادي، بس من الخريطة بشنو تكونين محظوظة؟ بالحظ مثلا، من يقول من على سبيل المثال مثلا إذا قدمتي على سلفة أو فتشي مفروض يعني اسمك يطلع بسرعة أو يجي شغلات الحظ تكونين محظوظة بهاي الأشياء، عندك يضرب الحظ زين. اوكي اقدر اطلب بعد ما عندي أولادي. وقت والله والله خلص الوقت، انت اخر تليفون. اوكي المرات الجايه. يا هلا بيك. شكرا. يا هلا. مشاهدينا الكرام، الى هنا ناتي الى ختام حلقه هذا اليوم من البرنامج، الى ان نلتقيكم مجددا اسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات اسره البث من تلفزيون الشرقيه، مع السلامه.